عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا التلاميذ، وياكم أستاذ ضحى علي من مركز تنمية الإبداع الدولي، معلمة مادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي. رح نبدي مراجعة الفصل الأول الأعداد حتى 9999. رح نتذكر من هذا الفصل الألف والعد بالألوف، الأعداد حتى 9999، وقراءة الأعداد وكتابتها حتى العدد 9999، المقارنة بين الأعداد وترتيبها، وتقريب الأعداد إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. رح نبدأ من الدرس الأول، مفهوم الألف والعد بالألوف، صفحة 8. مثل ما نشوف هنا عندنا هاي المربع، هذه المربعة مقسمة إلى 10 أعمدة، مقسمة هذه المربعة إلى 10 أعمدة، وكل عمود مقسم إلى 10 مكعبات صغيرة. إذن هذه المربعة تتكون من 100 مكعبة صغيرة، ولو وضعت 10 مربعات بجانب بعضها البعض أحصل على مكعب كبير. يعني لو وضعت 10 من هاي المربعات راح نحصل على هذا المكعب. إذن هذا المكعب الكبير يتكون من ألف مكعبة صغيرة، هذا المكعب يتكون من ألف مكعبة صغيرة، أو ما نسميه بألف من الآحاد. هسه راح ناخذ صور نحسب بها هذا المكعب الكبير. عندنا صور الآحاد، صورة العشرات، المئات، والألوف أيضا. قلنا في الآحاد يتكون هذا المكعب من ألف مكعبة صغيرة، إذن بالآحاد يتكون هذا المكعب من ألف. فنجي نكتب في صورة الآحاد ألف. هسه صورة العشرات، صورة العشرات مثل ما نلاحظ هذه المربعة، عندنا هنا هذه المربعة قلنا مقسمة إلى 10 أعمدة، وكل عمود مقسم إلى 10 مكعبات صغيرة. إذن المربعة الواحدة تحتوي على 10 عشرات. زين، إذا عدنا 10 مربعات كم عشرة تحتوي جميع هذه المربعات؟ راح تحتوي على 100 عشرة، تحتوي على 100 عشرة. إذن في المكعب يوجد 110. هسه عندنا صورة المئات، وقلنا المكعب يحتوي على 10 مربعات، يعني 10 مربعات من هذه المربعة، وهذه المربعة مقسمة إلى 100 مكعبة صغيرة. إذن 10 من هذه المربعات يتكون منها المكعب، 10 من هذه. إذن هسه في صورة المئات يوجد 10 100. هسه صورة الألوف، الألوف راح نحسب بها عدد المكعبات، يعني كم مكعب موجود هنا؟ مكعب واحد، إذا راح نكتب واحد. عندنا مثال يقول عد الألوف ثم اكتب العدد في صورة آحاد ومئات وعشرات. في صورة الألوف، الألوف قلنا هي عدد المكعبات، الألوف هي عدد المكعبات، كم مكعب موجود هنا؟ نحسب 1 2 3 4. إذن في الألوف 4، الألوف 4. الآحاد، صورة الآحاد قلنا في المكعب الواحد يساوي ألف آحاد، إذا عندي 4 مكعبات يعني ألف زائد ألف زائد ألف زائد ألف، ويعني ألف، 2000 3000 4000، يعني في صورة الآحاد 4000. صورة المئات، المئات قلنا في المئات يساوي 10 مئات، في المكعب الواحد المئات تساوي 10. زين، إذا عندي 4 مكعبات فعشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة، ويعني
عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين. يعني في المئات صورة المئات تساوي أربعين. صورة العشرات قلنا بالعشرات مئة في المكعب الواحد، مئة عشرة. زين إذا عندي أربعة يعني مئة زائد مئة زائد مئة زائد مئة، نجمعهم مئة، مئتان، ثلاثمئة، أربع مئة. يعني صورة العشرات أربع مئة لهذه المكعبات الأربعة. نأخذ بعض الأسئلة من فقرة أتأكد وفقرة أحل. سؤال الأول، عد الألوف ثم أكتب العدد في صورة آحاد. الألوف، نيجي نحسب عدد المكعبات. قلنا الألوف تعتمد على عدد المكعبات، كم مكعب موجود؟ ثلاثة، إذن ثلاثة ألوف. الآحاد، الآحاد قلنا بالمكعب الواحد يساوي ألف بالآحاد، إذا ثلاثة مكعبات تساوي ثلاثة آلاف من الآحاد. أيضا عندنا سؤال من فقرة أحل رقم ثمانية، عد الألوف ثم أكتب العدد في صورة مئات وعشرات. يريد الألوف، قلنا الألوف تعتمد على عدد المكعبات، كم مكعب موجود؟ خمسة، إذن خمسة ألوف. المئات، قلنا المئات في المكعب الواحد يوجد عشر مئات، إذا في خمس مكعبات يوجد خمسين مئات. العشرات، العشرات قلنا في المكعب الواحد يوجد مئة عشرة، إذا في خمس مكعبات يوجد خمسمائة عشرة. راح نكمل وياكم الدرس الثاني من الفصل الأول، الأعداد من ألف إلى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون. مثل ما نشوف هنا نماذج للمراتب، عندنا مرتبة الآحاد والعشرات والمئات والألوف. راح ينطيني جدول القيمة المكانية وهو مقسم. مما يتكون جدول القيمة المكانية؟ يتكون جدول القيمة المكانية من الآحاد والعشرات والمئات والألوف. مثل هنا ما موضح الصورة، عندنا كل مرتبة ونموذجها. نجي هنا عندنا أول شيء الآحاد. الآحاد دائما يكون مكعبة صغيرة، أما العشرات فيكون العمود المقسم إلى عشر مكعبات صغيرة، أما المئات فهي تحتوي على مئة مكعبة صغيرة، والألوف فهو يحتوي على ألف مكعبة صغيرة، على ألف مكعبة صغيرة. وهسه مثل ما قلنا الآحاد هو المكعبة الصغيرة، أما العشرات فهو العمود المقسم إلى عشر مكعبات صغيرة، والمئات وهو الذي يحتوي على مئة مكعبة صغيرة، أما الألوف فهو المكعب الكبير الذي يحتوي على ألف مكعبة صغيرة. راح نأخذ هسه بعض الأسئلة ونبين كيفية كتابة الرقم في النموذج وفي جدول القيمة المكانية. عندنا السؤال الأول من فقرة أتأكد، املأ جدول القيمة المكانية ثم أكتب العدد الذي يمثله النموذج. نجي على جدول القيمة المكانية، مرتب لنا نماذج في كل مرتبة. نجي على الآحاد، كم مكعبة صغيرة يحتوي الآحاد؟ ستة، ست مكعبات، إذن نكتب ستة. العشرات، كم مستطيل يحتوي على عشر مكعبات صغيرة؟ ثلاثة، إذن نكتب ثلاثة. المئات، كم مربعة تحتوي على مئة مكعبة صغيرة؟ واحد، إذن نكتب واحد. الألوف، كم مكعب كبير يحتوي على ألف مكعبة صغيرة؟ اثنان، إذن نكتب اثنان. طبعا عند كتابة الأرقام داخل جدول القيمة المكانية فنكتب الأرقام من دون أصفار، يعني نكتب الرقم
حسب النماذج الموجودة في كل مرتبة من دون أصفار. وهسه راح نقرأ الرقم، حيكون 2136. وعند قراءة العدد الذي يحتوي على 4 مراتب فنبدأ من مرتبة الألوف، ثم المئات، ثم الآحاد، فالعشرات في العدد. عندنا سؤال آخر من فقرة أحل، سؤال رقم 3: املأ جدول القيمة المكانية ثم اكتب العدد الذي يمثله النموذج. مثل ما نشوف جدول القيمة المكانية ومرتب لنا النماذج. في الآحاد قلنا المكعب الصغير هو الآحاد، كم مكعب نشوف؟ 3، إذن نكتب 3. العشرات كم مستطيل يحتوي على 10 مكعبات صغيرة؟ 4، إذن نكتب 4. المئات نعد كم مربع بالمئات؟ 3، إذن نكتب 3. الألوف كم مكعب كبير في الألوف؟ 2، فنكتب 2. وعند كتابة الأرقام داخل جدول القيمة المكانية نكتب الرقم من دون الأصفار، يعني بس نحسب عدد النماذج ونضع الرقم من دون أصفار. هسه رح نقرأ الرقم، رح يكون 2343. فعند قراءة العدد أبدأ من الألوف، ثم المئات، ثم الآحاد، فالعشرات. هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. الواجب البيتي هو حل صفحة 7 وصفحة 8 من كتاب النشاط. مع السلامة.